حياكم الله سادتي مشاهدي قناة العراقية الرياضية، أحييكم بأطيب التحايا. أنا محدثكم حسن عيال، يسعدني ويسرني أن أجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج بيت الرياض، هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا عبر شاشة قناة العراقية الرياضية. مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الأرجنتيني انتهت بخسارة منتخبنا برباعية في افتتاح مباريات البطولة الرباعية الدولية التي تقام حاليا في السعودية، والخسارة في المباريات الرسمية تبدو طبيعية ما بالك إذا كانت المباراة ودية. لكن ما يلفت النظر في هذه المباراة أن منتخبنا لم يظهر أي من إمكاناته، إن كانت على المستوى الفردي أو المهاري أو الجماعي، خصوصا بعد قيادة السلوفيني كاتينيتش لمهمة تدريب المنتخب الوطني العراقي. أمور كثيرة حقيقة شاهدناها وتابعناها عبر الشاشة الصغيرة على مدى الشوطين، أخطاء بالجملة. المنتخب الوطني لم يمتلك أي جرأة إن كانت هجومية، وفقد أيضا الميزة الدفاعية بعد أن تحفظ المدرب كاتينيتش كثيرا في هذه المباراة درءا للخسارة الكبيرة أمام المنتخب الأرجنتيني، لكن الخسارة حصلت بالفعل وانتهت النتيجة برباعية. راح حقيقة نحلل بعض ما شاهدناه في هذه المباراة مع ضيوف الأكارم هنا في الاستوديو، المدرب الكابتن خلف كريم، ارحب بك اجمل ترحيب. حياك الله، انا سعيد بكم. سعيد مع الاخ عبد الامير، كل يوم متواجدين ثاني مره. ثاني مره، اهلا وسهلا. اذا ضيفنا الثاني المحلل الفني السابق لمنتخبنا الوطني الكابتن عبد الامير ناجي، ايضا ارحب بك اجمل ترحيب. انا ارحب بك، اشكرك استاذ حسن بعد غيبه طويله، وانا سعيد جدا اليوم مع استاذنا الكبير. انا الاسعد. خلينا ندخل بالتفاصيل. يعني مباراه بدت الخسارة طبيعية أمام منتخب كبير مثل المنتخب الأرجنتيني وإن كانت برباعية، لكن ما يعاب على المنتخب الوطني الأداء الدفاعي، التحفظ الدفاعي اللي بدأ به المباراة وانتهت إليه أيضا المباراة. رغم التحفظ الدفاعي خسرنا المباراة برباعية. لا، هي هو التحفظ الدفاعي، يعني هو المدرب لعب شوطين، شوط لعب تشكيل حذر جدا إلى الغاية. يمكن أنا برا الاستوديو قلت لي بأي طريقة هو لعب؟ نعم، قلت لك بطريقة 5-5، يعني نعم. ما عندنا مهاجم، نعم، لعبنا لاعب 5 وسط و5 بالمدافعين. بالنتيجة نتيجة طبيعية انه الخصم ما يقدر يقول عليك اهداف كثيرة او يخلق عليك فرص. يعني حتى الهدف اللي اجى نتيجة يمكن فارق نصف خطوة بين مصطفى ناظم والمهاجم اللي سجل براسه، عداها ما صارت فرص حقيقية للفريق الارجنتيني بالشوط الاول. لكن انت قادر ان تصل الى المرمى بدون مهاجم؟ هنا سؤال الاهم. يعني ندافع بساحتنا، نعم. الى متى احنا ندافع بساحتنا؟ هو قد يكون هو كان حاس بقوة وقيمة الفريق الارجنتيني، رغم انه الفريق الارجنتيني اليوم هو هذا مدرب فريق الرديف لمنتخب الارجنتين سكالوني، نعم. هو معظم اللاعبين جدد، لانه هو ما يفكر بهاي المباراة، هو يفكر بالمباراة القادمة امام البرازيل، نعم. وعليه لعب بهذه التشكيلة. بس هؤلاء اللاعبين ايضا اللي لعبوا ضد المنتخب العراقي بالشوط الاول او بالشوط الثاني يردون يظهرون نفسهم انهم لاعبين، قدموا اداء راقي، يعني اقوياء في كل شيء، بالالتحامات، بالاستحواذ على الكره. اذا هي هاي التجربه الكاتينيتش، هو خاد تجربه الكويت، نعم. ايش قد طلع باخطاء امام الكويت؟ هو اخذ انطباع عن المنتخب العراقي بمباراه الكويت، نعم. اليوم راح ياخذ انطباع مختلف عن المنتخب العراقي امام كثره الاخطاء اللي شاهدها وين في هذه المباراه، وعليه راح يظل يعالج منها. يمكن قد اليوم هو يتكأب منين؟ من اداء كثير من اللاعبين على المستوى الاداء الفردي، نعم. انا ما احكي على الجماعي، وبعدين راح نتكلم على خطوط الفريق خط خط حتى نحلله، نعم. فانا اعتقد انه فرصه للمدرب حتى يعرف حقيقه اللاعبين من يلعبون امام فرق ذات مستوى عالي، حتى تنكشف هاي العيوب، نعم. واليوم كثير من العيوب انكشف. نعم. كابتن عبد الامير، النتيجه متوقعه، يعني في ظل الفوارق الفنيه الكبيره بين الارجنتين والعراق، يعني ما الذي جعل الجمهور او جعلنا كمتابعين نتفاجئ من اداء الفريق العراقي؟ ما هي النقاط اللي يمكن ان نحددها في عنصر المفاجاه؟ يعني ابدا بمقوله، يعني نقول من خفض جناحه رفع قدره، ومن طلب المزيد وقع في النقصان. فاعتقد احنا اليوم طلبنا المزيد وقعنا في النقصان، يعني نعم. احنا كمباراه من المستحيل ان نحصل فريق بهكذا وزن، بهكذا حجم،
وهكذا نوعية لاعبين نواجهها في مباريات. ما دام كرة القدم يعني اليوم أصبحت لعبة فكرية جماعية فردية مهارية، كرة مشفرة يعني مهارات مفتوحة وإبداع، المفاجأة اللي يعني صدمنا جميعا فيها أنه المستوى الجماعي ومستوى أداء الفردي على مستوى الخطوط، على مستوى الأفراد، على مستوى الإعداد الفردي يعني الأفراد، على مستوى الأداء الجماعي. متغيرات المباراة يعني على ساعة ونص، يعني احنا بدنا نشاهد مباريات على مستويات كبيرة بالعالم، يعني احيانا المدرب يعني امام فريق كبير كمستوى ريال او برشلونة يعني يحاول يلعب نفس الاسلوب الدفاعي، لكن في ربع ساعة في لحظات تباع الفريق يرجع يهاجم بقوة ينفتح ويطلع يبدع يطلع يبدع يعني اللاعبين يظهرون مهاراتهم وطاقاتهم الفردية. نعم اعتقد اليوم المدرب راح يتعرض الى عصف فكري كبير، يعني يعيد كل حساباته وفرمته لكل ما كان في باله او من افكاره، هذا يعني لازم يخرجه بمرئيات وصور جديده، يعني انه اذا بقى بهذا الوضع وبهذا الحال انه راح يتفاجئ بما هو عليه اللاعب العراقي. هذا العصف الفكري اللي تتحدث عنه يعني ما جاء من مباراه سهله، احنا خضنا مباراه مع منتخب قريب للمنتخب العراقي، قريب من المنطقه، قريب من اسيا، احنا لعبنا مع الارجنتين. تفضلت بمقدمتك والكابتن ذكرها، احنا خساره طبيعيه. نعم. يعني عادي انت تخسر وفرق عالميه كبيره تخسر، يعني ذاك يوم كرواتيا خسرت امام اسبانيا. نعم. وهي اللي صعدت نهائيات كاس العالم. نعم. نتيجه كبيره، يعني هل الكروات يتعرضون لنفس الحالة النفسية والانحدار يصير عندهم الهبوط بالإدارة؟ لكن احنا وضعنا يعني اليوم يعني حالتنا يعني ماذا نفعل عندما نمتلك الكرة؟ ماذا نفعل عندما لا نمتلك الكرة؟ في ربع ساعة الأولى ماذا فعلنا؟ نهاية الشوط الأول ما دخل في مرمانا هدف، ما كان رد فعلنا شنو؟ استراتيجيتنا، طريقة اللعب، الفلسفة، الأسلوب، كلها كل أساسيات وجزئيات كرة القدم اليوم احنا تفاجئنا أنه هذا يعطيك دليل على فقر وبساطة اللاعب العراقي اليوم. فقر وبساطة اللاعب العراقي، الفقر هذا فقط يعني نقدر نلقي باللائمة على اللاعب العراقي، الفكر التكتيكي اليوم أيضا كان حاضر في ذهنية المدرب السيد كاتينيج؟ هو الفكر التكتيكي موجود عند فكر المدرب، لكن هذا الفكر التدريبي التكتيكي من اللي يجسده؟ اللاعب نعم. يجسده بداخل الملعب أدوات. أنا بتصوري يعني الشوط الأول هم جسدوا الفكر اللي يريده بالناحية الدفاعية اللاعبين للمدرب، حتى من دخل مرمانا هدف ماكو ردة فعل للهجوم حتى نهجم، بقوا ما مطلوب من عندهم. هل كاتينيج طلب فقط الحالة الدفاعية؟ حسن، كرة القدم شقين، من عند تمتلك الكرة أنت مهاجم، من تفقد الكرة أنت مدافع. نعم. بالإضافة لذين الشقين الكرة اللعب إما فيكس بوزيشن، كرات من الثبات تلعبها كورنر، فاول، بداية لعب، رمية جانبية يسمونها حالة، نعم نعم، أو الدايناميك اللي هي بها اللعب، نعم الحركة. إحنا اليوم صحيح بالحالة الدفاعية ترسخت بأثنان اللاعبين، شلون من نفقد الكرة ندافع فقط، هذه موجودة، هاي ناحية إيجابية أنا بتصوري هي ناحية إيجابية، لكن من نمتلك الكرة شلون؟ شلون شو نسوي؟ إحنا وين كنا ندافع؟ ندافع مو فقط في نصف الملعب، نعم يعني نعم. انت هذا نصف الملعب في الثلث الاخير كنا الثلث الاخير زين، نعم. حتى نوصل المرمى الفريق الخصم، نعم ايش قد يراد انه شغل، وايش قد يراد انه نوعيه لاعبين قادرين على الاحتفاظ بالكره، قادرين على المراوغه، على حلول فرديه حتى نوصل الى مرمى الخصم. اليوم وهذه يمكن الاخ عبد الامير يوافقني، يعني احنا نحلل بالتلفزيون ونشاهد مبارياته وهو اشتغل مع المنتخبات، نعم اليوم ما عندنا هاي نوعيه اللاعبين اللي كانت ايام زمان عندنا بالثمانينات اللي يسوون البلاوي بنص الملعب، اليوم ماكو، يعني لاعب ارتكاز تطيل الكره لو يلعبها بالعرض يرجح اللي ورا، لو ماكو لو يلعب الغلط زين، ايش وقت راح نوصل المرمى الخصم؟ صعبه، خصوصا اذا جينا بالشوط الاول احنا بمن لعبنا؟ لعبنا بجسي ميرم على اليسار، نعم، واحمد ياسين على اليمين، وبشار مدى نعرف هو صانع لعب ولا وراس حربه، اذا المباراه جايتك هديه من السماء، تلعب مع فريق راح يراويك عيوبك. نعم. انا اقول خلينا خاصه حتى اللاعبين اللي دخلوا للمباراه، عليش هذا الخوف؟ العبوا كره قدم، اللي عنده هو هذا اللي عندك اوقف، احنا امام سؤال، هو هذا اللي عندك من تلعب ضد الارجنتين او فرق قويه؟ اقول لك كره القدم في ازمه، الكره العراقيه مصيبه، اذا هذا اللي عندك. هسه احنا مره نتحدث عن الدوري العراقي نقول دوري فقير. احنا اليوم 7 من التشكيله الاساسيه اللي لعبت بالشوط الاول هم من المحترفين خارج العراق، بس ما تعنيش
يبقى هو نفس اللاعب. يعني أنا ما أريد أقول هذا اللاعب العراقي سواء هو مختلف أو هو بالدوري، هي هاي الإمكانيات اللي موجودة، هاي الإمكانيات اللي موجودة عندنا. يعني هم حتى المغتربين عفوا يعني حتى المستويات الموظف القوية أو يصنعون الفارق. يعني شفناهم في حتى المسابقات السابقة في كأس الخليج، في تصفيات كأس العالم، في الدورات يعني السابقة، فكانوا هم يعني رقم يعني مشارك فقط، يعني الإضافة قليلة جدا. يعني تلاحظ بعض اللمسات، يعني أحيانا جاستن عندما يأخذ مساحة وفراغ على الجانب يعني يستطيع المناورة بالدربلينج. نعم. عنده هذه نعم. وهذه موجودة يقدر بالمواجهة واحد ضد واحد يقدر موجودة عند بشار إذا لاحظتها بعض اللمسات. نعم. في منطقة الوسط عندما صار عنده مساحات أحمد ياسين أيضا، يعني لكن ضغط يعني لاعبين محترفين أمامه، فأعتقد انكشفوا على حقيقتهم. يعني أنا ما أريد أقلل من قيمتهم، لكن كمستوى متقارب جدا يعني كمستوى اللاعب العراقي. نعم. في الدوري المحلي. قد يبرز السؤال يعني مبكر الآن، كتنش في ورطة أم الاتحاد العراقي في ورطة؟ لأن أنا سمعت حقيقة تحليلات قنوات عربية كانت ناقلة المباراة، كانوا يتوقعون هذا المستوى للفريق العراقي تحت قيادة كتنش، لأنه يتحدثون عن سيفي ويتحدثون عن تجارب سابقة وقع فيها المدرب تحت الاختبار. أخ حسن، يعني حتى ما نظلم أحد، الرجل اللي قصر للعب يعني مع المنتخب الوطني هي فترة قصيرة، صار له شهر ونص. نعم. هو يادوب في مرحلة، أنا أقول في مرحلة التعارف على قيمة اللاعبين. أه. يعني اليوم خلي أقول لك، أكو لاعبين يلعبون للمنتخب الوطني ربما ما تجيب أسماء، في مركز ما أكو أفضل منهم. يعني قد تكون مثلا هسه نطرح اسم، علي حسني يستاهل يكون بالمنتخب أم لا؟ أنت تقول إيه، أنا أقول إيه. نعم. كن الأخ عبد الأمير يقول إيه. بديل لفلان اللي موجود أقول لك لا، شيل هذا حط هذا. هو في دور اليوم يمكن صارت حالة من الحالات، يمكن هي حالة انزعاج. لعب بطريقة بخمس مدافع. نعم. شاف مدافعين الثلاثة الليبرو والمساكين الاثنين اللي صاروا فد حالة من الفوضى. يعني تحس احنا في وسط المدافعين دفاعي الوسط سواء المتأخر او المتقدمين عندنا مشكل. بالنتيجة الاهداف اللي سجلت ايام زمان، احنا عندنا مقولات نتناولها شعبية، نقول هذا المدافع نيتشر. نعم. منين جاي كلمة نيتشر؟ هي. يتعارك. يعني مو بسهولة. نعم. الخصم يفوته. اليوم انت يمر عليك مرور الكرام المهاجم. نعم. ويروح يقول وهو احنا دنباع عليه. بالالتحام الفردي خاصة في وسط الدفاع احنا مبزينين. بالنتيجة هو سوى، قال لك انا حاطلي خمسة دفاع والاهداف تسجل عليه. اول واحد سحب عند الراي اللي هو مدافع الاساسي بالفريق. نعم. قال له خلي العب اربعه احسن، خلي ازيد عدد الهجوم، خلي. وبالنتيجه انفتحنا يا مصيبه. بالشوط الاول احنا ما مفتوحين، فريق ما منفتح، غالق المنطقه، سجل علينا هدف لكن ما نلعب الكره الهجوميه. نعم. يعني ما وصلنا المرمى الا بكره علي عدنان اللي شوته خارج فوق العارضه. نعم. بالشوط الثاني قال لك لا، خلي العب ميمي مهاجم مهند. نعم. ونلعب حسين علي، عسى انه نوصل للمرمى، نحتفظ بالكره، نغير من شكل الفريق. من بدينا نروح نلعب للهجوم انفتح عندنا وين؟ حاله دفاعيه. نعم. فهو الحيره منين راح تجي للمدرب؟ نعم. احنا لعبنا، قال لك انا راح ادوخ العب بهاي التشكيل. احنا لعبنا هجوم؟ يعني اسم المهاجم بس كابتن العفو، يعني احنا ما يصير يعني يصير دراستنا ومقارنتنا او المعيار خلينا نقول باختصار. نعم. او المقياس انه هذه المباراه. نعم. يعني احنا المباراه اذا اخذناها بالارقام يعني رحم الله امرئ عرف حجمه او قدره يعني ممكن تنطبق علينا في هذه المباراه. نعم. لكن هي فنيا يعني نشوف اكو يعني شلون ناخذ عينات او احنا نعتبر هذه عينه استدلال للاستدلال. نعم. اللي ناخذها حتى نفتهم من المباراه. انا يعني بصراحه حللت الشوط الاول، فالشوط الثاني يعني قلت لانه راح اوصل الى نتائج يعني غير جميله غير رائعه. يعني مثلا موضوع اول كره القدم اول ما تظهر حتى بالاستوديوهات التحليل يطلع الحيازه. نعم. يعني بالتلفزيون يمكن ذكرها المعلق 73 27 انا عندي طلعت 78 مقابل 22. اللي يريد يفهمها شلون الشوط الاول من 46 دقيقه الفريقين لعبوا 23 دقيقه فقط. 23 ضاعت اوت اوف. وبعدين اقول لك وين الاوت راح. من 23 دقيقه 18 دقيقه الكره بيد الارجنتين واحنا 5 دقائق. اضرب 5 في 100 على 23 يطلع ايش قد هسه الرقم عندك
ممكن سهل على التليفون يتسلسل. فالحيازة 78 مقابل 22 شاط لوي، هذا شنو معناه من الحيازة؟ يعني انت لعبة 46 دقيقة، انت فقط 5 دقائق لعبت امتلكت الكرة. بالخمس دقائق بعد الحيازة احنا نجي شنو نقول؟ نقول يطلع لك رقم ثانيا يعطيك عدد التمريرات. نعم الباسنج. نعم الباسنج يعني اهم بي، يعني هذا مشكلة بدقة التمرير، هي هذه المهمة اليوم. مو مشكلة انه تمرر، المشكلة وين تروح التمريرة، دقة التمرير. بعدين ندخل بانواع التمرير. اذا جينا على دقة التمرير، يعني يمكن فريق الارجنتيني الشوط الاولاني ما اقدر احسب سريع، يعني لازم اتفرغ بس للحساب، وصلوا اكثر من 300 تمريرة. لكن قل لي كم باص خطأ بها من 300؟ يعني ما يوصلون العشرة، 8-10 يعني خطأ فوق ال 95%، يعني نسبة التمرير عندهم فوق الخمسة. بس انت لا تجي للفريق العراقي، اكو ملاحظة جدا مهمة اليوم هي سر نجاح فريق الارجنتين، لعبهم الطويل العرضي على اليمين وعلى اليسار كله نجاح، يعني لا. 2 أو 3 عبرة الخط، هذا دقة التمرير. اذا تجي على الفريق العراقي بالشوط الاول ما وصل 150 تمريرة، وال 150 تمريرة انا احكي لك بس الناجحة. نعم بها المشتركات وبها الطويل، اذا طرحته من عده يعني راح دقه التمرير بتوصل 50%. يعني كل لاعب اذا لاعب 5 كرات تلقى 6 كرات عده 3 صح و3 خطا. نعم. غير الطويل، الطويل يعني انا ما اريد اذكر الارقام حتى يعني ما تكون، انا بس الشوط الاول يعني عندنا بس الطويل الشوط الاول 16 كره وكلهم خطا، بس وحده نجحت صعد ما ادري منه لعبها براسه ونزلها الزميله. اما الباقي يعني التسلل، يعني صدق الشوط الاول قد هجموا علينا الارجنتين ولا تسلل عليهم. يعني اذا هناك فكر، اكو فلسفه، اكو اسلوب، طريقه لعب، بناء لعب، هذه رميات جانبيه. يعني الشوط الاول للارجنتين 16 رميه، احنا بس للعراق صارت 10 خصوصا بالبدايه. المحاولات هذه الامور البسيطه الثانيه، احنا اهم نقطه قلت لك هذه من تجي على دقه التمرير توصل بعدين وراها قلت لك وهذا التمرير الزمن، يعني هناك شلون تعامله ويا وقت المباراه. اذا تلاحظ الفريق الارجنتيني يعني اكو انت ذات اليوم تحلل المباراه طبعا بس على الارجنتين او في العراق. نعم. كوحده تدريبيه خلينا نقول الارجنتين هي اصبحت هي حتى بالوحده التدريبيه لا اكو يعني اكو شغب بين اللاعبين. بس اذا تلاحظ مدرب الارجنتين اكثر من تغيير سوى تكتيكي يعني اثناء نعم. المباراه يعني خصوصا في الشوط الاول اذا يعني حللناه بدقه متناهيه، يعني تلاحظ ديبالا يشتغل على اليمين يشتغل على اليسار يشتغل على اليمين نعم. بالاتجاهات ثلاثة نعم. حاولوا كانت عندهم 3 جبهات تنفتح، اليمين ينفتح اليسار والكروسات، اذا تلاحظ الكروس الاول منين اجى؟ من اليسار بس الكره بدات من اليمين، والجول الثاني باصينج صار الثرو من العمق ثم كرات هذه. فاقصد هذه المتغيره هذا يعني كلها اللي استدل بها استدلالا بدايه الكلام قلت منه حتى يصير عندنا الاستدلال انه احنا شنو اللي راح نستفاده من هالمباراه. نعم اربط لك ببدايه كلامي قلت لك احنا وقعنا في النقصان انه هذا راح تسوي انحدار بالحاله النفسيه للاعبين، واعتقد انه عاده بناء جديده راح اعاده. انا ذكرت كلمه العصر في الفكره انه المدرب لازم يبدي برؤيه، ويعني شو تقولي يخرج بمرئيه جديده عن صوره جديده، يخرج لنا بمنتخب جديد. احنا اذا نبقى نتامل من هذه المجموعه او هذه الصور من اللاعبين الموجوده امامنا فاحنا هذا حدنا ترى ما نقدر نوصل. هذا السؤال نقله للمدرب الكابتن خلف كريم، عنده خيارات متاحه لسيد كاتينيتش اذا ما يعني اخذ بنصيحه السيد عبد الامير ناجي؟ انا اقول هو راح يظل يشاهد ويراقب اللاعبين العراقيين خلال مباريات الدوري. نعم. عسى ولعل انه يلقى لاعبين افضل من هؤلاء اللاعبين اللي يلعبون. هو السؤال راح يلقى ولا ما راح يلقى؟ هذا احنا عندنا مصيبه. نعم. عندنا مشكله. فاحنا دائما احنا المحللين من نقعد او خلينا نقول ناس فنيه دائما نشائم من مستقبل الكره العراقيه. لانه ما عندنا. منين نجيب؟ نعم. هاي اللي موجودين. عندك بشباب بالانديه بالرديف مدى يطلع، عندنا دوريات مهتمين بقاعدة كرة القدم، احنا ما مهتمين. بالنتيجة راح نكون نتعامل مع هذا الواقع، وين؟ نظل ندور حول الناس اللي قريبين علينا، يعني آسي. مطمحنا آسي. نعم. يعني كل واحد يجيك يقول لك كأس العالم ونروح كأس العالم، أقول له يا بيه، تخليك واقعي، ترى احنا مو شكلنا كأس العالم. يعني اللي غيرنا أفضل من عندنا بكثير، ودول تشتغل على مستويات. إذا انا اسال يمكن من نتكلم يقول لك هذا الرجل متشائم، بس هذا واقع الحال. نعم. يعني اليوم لو اجينا نتكلم على الـ على الـ على الفرديات اللاعب. نعم. يعني مثلا اللاعب عندنا اما ندافع هجوما او
كل الفريق يدافع بأكمله، ووقفة الفريق الأربعة الخمسة كيف يوقفون، أو الاندفجوال الفردي. يعني مثلا أنت تروح تتحدى لاعب عندك، أنت ما عارف تأخذ من ما عارف وين تحطه، وين تخليه يطلع على اليسار على اليمين، تقدر تستخلص الكرة من عنده أو لا؟ هذه مشكلة. كأنه إحنا لاعبنا يخاف، لأنه أي التحام هو ممكن يأخذ الكرة، بس تدري بيش أخذها؟ يأخذها بضرب اللاعب، واللاعب إذا دخل منطقة الجزاء نقول له دقيقة دقيقة خلي يروح، لانه راح يسوي ضربه جزاء. وسوينا مثل هذا الموضوع في تصفيات كاس العالم، اخطاء فرديه المدافعين نرتكب الجزائر والسعوديه ركله جزاء تسجل علينا بخطا ساذج. حتى مباراه اليوم يعني حثت عندنا كذا حاله، يقولوا له روح ادخل للمهاجم، وبالنتيجه راح يقوم. طيب أنت تحدث عن فكر المدرب، احنا عندنا تجربه قبل السؤال، يعني اود ان انوه بان الهاتف اللي يظهر اسفل الشاشه مهيئ امام جميع الساده المشاهدين، استقبال رسائلكم ومداخلاتكم ومشاركاتكم في محور الحلقه، وطبعا المحور واضح وصريح، وخساره منتخبنا امام المنتخب الارجنتيني في افتتاح مباراه البطوله الرباعيه الدوليه سوبر كلاسيكو التي تقام حاليا في السعوديه امام المنتخب الارجنتيني رباعيه. عندنا تجربة مع المدرب الصربي اللي قادنا في بطولة كأس العالم للقارات بورا، أيضا لعب تحفظ دفاعي ولعب بواقعية، وكان يعرف يعني قيمة اللاعب العراقي ومميزاته، لكن ظهر شكل المنتخب العراقي بشكل حقيقي يدعو للفخر. كابتن حسن، إذا تريد تقارن بين المجموعة اللي لعبت بطولة القارات وهذا الفريق اللي لعب كافراد، اقول لك الفارق كلش كبير، لانه عقليات ذولاك اللاعبين. بس نفس التجربه، يعني نفس التجربه مع البرازيل ظهرنا بمستوى أسوأ من المستوى اللي ظهرنا به اليوم امام الارجنتين، وهاي العناصر الموجوده اللي حضرتك تتحدث بها. بس هنا اتحدث عن الفارق بالفكر التكتيكي. بورا في بطوله القارات امام بطل كاس العالم المنتخب الاسباني حجم قدراته، ويعني لولا خطا ايضا دفاعي ما كان نخسر المباراه. كابتن حسن، اليوم ما اعرف المقارنه صحيحه، اقول لك ان شاء الله، يعني خلينا نتكلم على بورا. نعم، بورا كشخصيه تدريبيه واحد من ارقى شخصيات تدريبه بالعالم. نعم، هنا هذا الرجل، نعم، هذا اللي درب اربع خمس منتخبات وداها كاس العالم. هذا الرجل من يشتغل بعالم التدريب، ما هو مدير فني، يعني مو فيرجسون وعنده فريق متكامل من المساعدين اللي يشتغلون يشيلون عن العمل. نعم، هذا اللي هو ميداني بالعمل، هو اللي يركض، هو اللي يروح، ولهذا مخه هو جدا نظيف، خاصة بالنواحي لو يريد يشتغل من النواحي التكتيكية. ولهذا احنا من دخلنا في مباراتنا مع اسبانيا، يعني عقدنا كرة القدم عقدناها من الاسبان، يعني فرصة ديفية سواء علينا جول وانتهت النتيجة 1-0. اذا لكن تبقى، راح اظل مرة ثانية، عقلية اللاعبين ومهارات اللاعبين اللي كانوا موجودين مع بورا طلع من عندهم الكثير. طيب ايش تبقى سؤال لهم؟ نعم، كاتنيتش راح يطلع من دول اللاعبين. خليني انقلكم عدد من رسائل الاخوه المشاهدين. مثنى من ايران يقول سلام عليكم، المشكله بالمدرب، اللياقه والباصات وثقافه اللاعب. رساله من الاخ يقول المدرب من كربلاء، علاء من كربلاء يقول المدرب ليش بدل علي، ما ادري، رساله مو واضحه بصراحه. رساله اخرى، منتخبنا بدون شخصيه مع الاسف. بالتاكيد يعني منتخبنا اليوم ما اظهر شيء يدلل على يعني مكانه اللاعب العراقي. احنا كنا نتمنى ان اللاعبين يخوضون يقدمون نفسهم بشكل طيب في بطوله. اليوم تعرفون هذه المباراه ناقلتها 29 قناه فضائيه في العالم، في اوروبا وفي امريكا اللاتينيه وفي اسيا، فضلا عن القنوات، عدد من القنوات العربيه. ففرصة كانت أمام اللاعب العراقي أن يثبت حقيته باللعب وبالمنافسة أمام أي منتخب، وحتى ولو كان بقيمة منتخب الأرجنتين، لكن يقدم نفسه على أقل تقدير بشكل طيب. رسالة يقول أستاذ حسن، كنا شاهدنا كرار جاسم، قصة كرار التي لا تنتهي، وما يقدم، لماذا هذا التجاهل له؟ الحقيقة لا أحد يصل إلى مستوى كرار بهذا الفريق. هاني الغزي من الناصرية. رسالة، تحية لك ولضيفيك الكريمين، أنا متابع لكرة القدم
ولاعب من عمر 10 سنوات ومتابع للكرة العراقية من زمن لطيف شندل، لم أرى مستوى للمنتخب العراقي من نهائيات كأس العالم للشباب إلى هذا اليوم، يقصد المستوى المتراجع للمنتخب. الأخ يقول هنا رحمة لأبوك أبو فلاح، منين جبتوا لي هذا المدرب؟ والله ما أدري، هذا السؤال موجه للاتحاد كرة القدم. ورسالة أيضا يقول كباتن العجيب إخراج جستن وإدخال مازن وما انطى فرصة والارتكاب فقط الأخطاء. السؤال أيضا يقول الدوري العراقي دوري فاشل لا يستطيع أن يلبي حاجة المدرب الأجنبي. طيب ما احنا إذا المدرب يعني الدوري العراقي ما يلبي حاجة المدرب الأجنبي، ليش ضغطنا باتجاه الاتحاد أن يروح إلى المدرب الأجنبي مدام هذه أدواتنا أدوات ضعيفة، غير قادرين اليوم أن نذهب بهذه الأدوات بعيدا لتلبية لطموحات الجماهير وأيضا لرغبات الإعلام الرياضي؟ يعني هذا موضوع ثاني كثر الحديث فيه، لكن يعني من أجل الدخول له نعطي مقدمة فنية حتى يكون يعني مثمر حوار. نعم خلينا نقول. نعم. أعطيك مثال، يعني اليوم العالم كله يشاهد دوريات العالمية الكبيرة، تشيلسي أرسنال راح أعطيك مثال، بدلوا مدربيهم. نعم. ذول جابوا نابولي ساري من نابولي، وذول جابوا أوناي أميري من سان جيرمان. تشيلسي وأرسنال، أرسنال فينجر فينجر مدربهم أرسن فينجر 26 سنة. نعم. معاهم. إجا هذا أوناي أميري حاليا اول لعبتين خسر 6 لعبات فاز متتاليه. ارسنال هسه اللي باوع الا ماكو لمسه واحده من 26 سنه الماضيه. طيب وين تريد توصل؟ اوصل اقول لك انه المدرب اوجد فكر واسلوب بطريقه جديده، تاثير مدرب. اجى ساري من نابولي تشيلسي، تشيلسي حاليا افضل فريق بالعالم بالباسنج بالحيازه بالتمرير، في حين هو كان بنابولي عنده نفس الاسلوب. اجى تشيلسي ما يؤمن بهذا الفكر، كان كله طويل وقوي وسرعه. نعم. وانتقالات اجى ماكو شيء يشبه من السنوات الماضيه اللي قضاها عمره تشيلسي. طيب مدرب اوجد فكر وفلسفه. انا بمعرض حديثي قلت لك انه المدرب يجب ان يكون، يعني هذا العصف الفكري انا اللي قصدته عمده. نعم. انه المدرب لازم ينصدم اليوم يعني بهذا الواقع، انه يجب ان يخرج لنا بوضع جديد وحل جديد. اذا بقى بهذا اللاعبين هالنوعية، احنا دوره الخليج شفنا وضعنا. مو انا اخشى، انا ما اريد ارجع للموضوع، انا اخشى على رايك انه الان اللي يتابعنا يقول الكابتن عبد الامير ناجي مبالغ في هذا الراي، باعتبار ان المثال والتجربه يعني ما تصلح لهذا المثال. هو لاعب امام الارجنتين، اعطيت صوره، انا من الساعه ذكرت لك استدلال واستلال. انا ما انا من ارجنتين، الفرق راح يجيها اقل من الارجنتين انا معروف، بس ذول اللاعبين الموجودين حاليا نوعيه من اللاعبين انا مع احترامي وحبي لهم كلهم احبهم اصدقائنا، بس انت اقول حدود فنيه، المهارات الثابته عندهم اللي مكتسبه منذ الصغر، هسه ذكر لها مرور سريع الاستاذ العزيز انه ما عندهم دوري فئات، ما تدرجوا، من بنى وصحيح ما بنى. هذا بناء لاعب جاك يعني شلون تقول للدوري، هذا ما مر بمراحل كامله وهذا. فلهذا اليوم ما تجد لاعب عراقي متميز في الدفاع ولا في الوسط ولا في الهجوم. انا هذا رجعت على هذا اللاعب، هذا من يعتقد انه هؤلاء اللاعبين او هاي المجموعه من اللاعبين، انا مو جاي احمل عليه، يعطوك اكثر مما يعطون الان فهو خاطئ. نعم. من يعتقد انه في الدوري ايضا هناك لاعبين افضل من هؤلاء ويستطيعون يعطون المستوى العام للدوري، هذا هو المنظومه كلها تشتغل بهالاتجاه. طيب خليني اقرا رساله الاخ مرتضى الشمري طالبني بالحاح انا اقراها. يقول السلام عليكم استاذ حسن، وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. الفرق بين المنتخب العراقي والمنتخب الارجنتيني مثل الفرق بين الثرى والثريا، لكن اليوم المنتخب الأرجنتيني ليس بتلك القوة الكاملة وليس بالنجوم الكبار، كان من الممكن أن يقدم المنتخب أداء أفضل من هذا الأداء الهزيل. سؤالي إليك وأتمنى تنقل إلى الكباتن، ما هو رأيكم بإشراك اللاعب محمد داود بدلا من ميمي؟ السؤال مؤجل إلى ما بعد مشاهدتنا لهذا الاستطلاع اللي عد أن الزميل عدي حاتم. نشاهد الاستطلاع. تحية طيبة مشاهدي ومتابعي قناة العراقية الرياضية. اليوم المنتخب الوطني يقص شريط المشاركة
في البطولة الرباعية، يلتقي نظيره المنتخب الأرجنتيني. كما عودتكم العراقية الرياضية دائما وأبدا أن تكون مع الحدث، لذلك ابقوا معنا لنتابع ونشاهد كيف يتابع الجمهور العراقي مباراة المنتخب الوطني ونظيره الأرجنتيني. بطولة خير إن شاء الله المنتخب العراقي والشعب العراقي مقدما. بطولة تاسية إن شاء الله انسجام الفريق أولا، وثاني شيء بطولة تحضيرية، فريق الأرجنتيني ليس سهل، والبرازيل منتخب الأخضر السعودي، وإن شاء الله بطولة خير. المهم المشاركة مو من البطولة، المنتخب العراقي وصد الرافدين، المهم يعني احنا المهم مشاركوا، المهم خوش فريق يعني فوق تجربة هذا المدرب، فإن شاء الله احنا نحقق الفوز اليوم. هم أبطال ورفعت راس، ان هم ابطال يعني ابطال من نريد نحكي بيهم احنا، وان شاء الله احنا ظهرهم ونظل انهم سنهم ونظل هم رفعت راسنا. والله مباراه اليوم طبعا هو منتخب الارجنتين منتخب قوي وكبير بالنسبه للكره العالميه بالتحديد، بس ان شاء الله يعني يقدمون عليهم اسود الرافدين، ومو مهم الفوز وانما يعني المشاركه هي اهم شيء. نعم مشاهدينا الأعزاء، انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف. ابقوا معنا مشاهدينا لنتابع ونستطلع آراء المشاهدين والجمهور العراقي أزاء نتيجة الشوط الأول وماذا سيقدم المنتخب الوطني في الشوط الثاني من المباراة. مو مشكلة، احنا خسرانين واحد بس إن شاء الله أكو شوط ثاني ونعوض به بحال الله. إن شاء الله نعوض الشوط الثاني وهمشي المشاركة. إن شاء الله نعوض عشر ثاني. احنا مو مشكله بهاي اللعبه، هسه حد يعني خسراني 1-0 بس ان شاء الله نقول بالشوط الثاني الشباب يقدمون افضل ان شاء الله. يا حليم اليوم اسمي يوم سمير، يا بيضا يا حليم واليوم اسمي يوم صحيح المنتخب خسر بس ان شاء الله يستفادون من اغلاطهم والقادم افضل ان شاء الله، وهم شباب وعديب المستقبل ان شاء الله. هي نتيجه طبيعيه طبعا، منتخب الارجنتين فريق قوي فريق معروف، ان شاء الله يعوضون منتخبنا زين ان شاء الله. والله اللاعبين ما قصروا وقدموا عليهم، وان شاء الله اللي جاي افضل وافضل. نعم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي ومتابعي قناه العراقيه الرياضيه، خسر المنتخب الوطني المباراه لكن ربح فرصة الاحتكاك بمنتخبات قوية. المنتخب الأرجنتيني منتخب معروف على الصعيد العالمي، وحتى هنالك فوارق فنية بين اللاعبين وفي التصنيف، وأيضا بالظروف وأحوال الفريقين، المنتخب الوطني تشكيل حديث وبجهاز فني جديد. الجميل في الموضوع أن الجمهور العراقي استوعب هذه النتيجة وكان راضيا ومقتنعا بأداء اللاعبين، ويدعو لتصحيح الأخطاء من قبل الجهاز الفني، والقادم أفضل إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا، وانتظرونا في تغطيات أخرى جديدة مع البطولة الرباعية المنقولة على قناة العراقية الرياضية. شكرا للزميل عدي حاتم اللي عدنا هذا الاستطلاع واللي جاء مع يعني وقت مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الأرجنتيني. رسالة للزميل عبد العليم البيضان يقول: تكتيك عقيم ولم تنعكس الفائدة الفنية على لاعبينا. ما هو رأيك بما شاهدناه وتابعناه هذا الاستطلاع؟ يعني ردة فعل الجمهور تعتقد ردة فعل طبيعية؟ لا أنا أقول جمهورنا مسكين. ليش؟ لأنه يريد فريق يلعب كرة قدم ويريد فريق ينتصر. نعم. منين نجيب اللعب ومنين نجيب الانتصار؟ يعني منين نجيب هذا الإنجاز الأداء الرائع الراقي؟ زين مو يقولون بعلم التدريب حضراتكم يعني أفهم مني في هذا الجانب، يقولون ماكو فريق جيد وآخر سيء، أكو مدرب جيد وأكو مدرب سيء. لا أكو فريق يلعب كرة قدم نتيجة حالة تدريبية. إيه؟ يعني معناها العلة في المدرب.
لا هو زين هم هذول اللاعبين مثل ما تفضل الاخ عبد الامير هم هذول من عدين اعداد صحيح نجي نطبق عليهم تكتيك معين يعني هسه هذول اللاعبين يلعبون لا نجيب مورينيو غوارديولا اثنينهم يدربون الفريق يلعب زين الفريق يغلب اليوم ما اسالكم تسالوني انا بدي اسالكم يعني احنا بكرة القدم نقول نعده بدنيا نعم ونعلمه مهاريا وبعدين نطبق التكتيك عليه نقول له سوي هالحركات وسوي هالحركات من نريد نجي اخر تدريب للتكتيكي ونريد نطبق نعم نقول له هاك هاي الكره نعم ولعبنا له كره طويله حتى يخمتها ما اعرف يخمتها راح التكتيك كله انتهى طيب سمعوا الزميل علي التميمي او الاخ علي التميمي يقول الحقيقه الواضح المدرب يعرف قدراته ولعب الشوط الاول لعب دفاعي وخسر بهدف واحد لكن بالشوط الثاني تعرض المدرب الى ضغوطات بأنه اهجم وافتح اللعب ولكن النتيجة كانت معروفة 4-0 ولولا لطف الله لكانت 6-0 يعني معقولة اكو هيك شيء على المدرب يلاعب بطريقة يعني يقول يعرف قدراته وتعرض يعرف قدراته وتعرض الى ضغوط قال له اهجم وافتح مو هذا الموضوع مو هيك انا اعطيك استدلال عالم خل تسمعني هسه وباكر تشوف الاستدلال نعم عرفت شنو باكر السعودية راح تلعب بين البازي نعم باكر شوف الاداء المستوى السعودي كم هجمه راح يهجم شوف النديه والمنافسه بيناتهم شوف الاسلوب والفلسفه وطريقه لعب الفريق السعودي امتداد من كاس العالم لحد الان وان كان هناك تغييرات في الفريق يعني سواء على مستوى اللاعبين الافراد على مستوى المجموع شوف الفرق انه كيف خططت وكيف بنت اللاعب مستوى اللاعب الفردي ومستوى الفريق اداء الجماعي هناك فكر وهناك اسلوب واضح للفريق مثل السعوديه في كاس العالم يعني 3 مباريات كان هو الافضل في الحيازه حتى نعم. في المباريات الثلاثه نعم. افضل من خسر مع الفريق الروسي في المباراه الاولى وصل الحيازه 65% من قبل 63 فاز على مصر كانت الحيازه الى اكثر نعم. خسر مع الاوروغواي ايضا حيازه افضل يعني ما معناه انه يملك لاعبين مهاريين بنوا بناء صحيح من الفئات العمريه واشتغلوا في الدوري السعودي وشفنا المنافسه مستوى المنافسه نعم احنا مو جاي نتكلم يعني نريد ننتقد المدرب او ننتقد اللاعبين احنا ننتقد على المستوى العام الكرة القدم المدرب هو كم يوم دربهم يعني هسه راحوا للسعوديه 3 ايام اربي اليوم هناك خلينا نقول 3 وحدات تدريب قبلها لعبه الكويت المدرب يعني ايش راح يسوي لهم هسه وراح يرجعون اللاعبين وراح يلتحقون بالانديه مالتهم اذا هو يجب ان يكون هناك عمل للمرحله القادمه يعني العمل القادم حتى في الانديه لازم يحضر تدريباتهم لازم يسوي برنامج تدريبي ويا لاعبي مدربي الانديه كيف يرتقي بمستويات اللاعبين يختار النوعيات انا من اقول لك لازم يطلع لنا فريق جديد نبني احنا ما يصير نظل نتعكز على طيب مجموعه محدده ممكن احنا حاليا في غيبوبه او مثلا في بعد نظر عن كثير من اللاعبين ممكن هم مواهب لكن احنا الدوري ضايعين في منظومه يعني المنافسه لا زالت غير قويه الفرق غير واضحه المدرب سؤال لحضراتكم المدرب يملك الفرصه للتغيير يعني ما باقي له سوى شهرين وخلي نقول 3 اشهر لبطوله امم اسيا قادر المدرب على التغيير انا تصوري مو فقط قادر وانما لازم يغير لازم يغير لانه اذا نلعب هذه مو كره قدم اخ حسن هو اليوم يعني هذا العزيز اللي ترك لك اخر رساله هو منطقي جدا كلامه صحيح احنا بالشوط الاول لعبنا بتكتيك يمكن هم ما وصل مروانه الا بكره بالراس خطا مصطفى ناظم وصار الجول لكن هو مو مساله الضغوط عليه للمدرب بالشوط الثاني وانما هو ايش راد يقول لك انا بالحاله الدفاعيه هذا فريقي نعم لكن اقدر العب للحاله الهجوميه اقدر العب براس ولو هو لعب براس حربه واحد يمكن يمكن لعبنا مهند لا يمكن انت سالت ولا على محمد داوود محمد احد الاخوه احد الاخوان نعم. يقول انا متصور راح اقول لك شيء ايام زمان من كان عندنا حبيب جعفر حبيب وصلك للجول نعم لاعب سريع ما تقدر توقفه في زمن عمو بابا اللي ما يؤمن بال 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 بالجسم القصير بهذا الحجم نعم اليوم عندنا عامل السرعه اذا لعب مهند ولعب محمد داوود اكو فارق كبير يصير بالخط الهجومي نعم اليوم محمد داوود هو اللي يصنع الفرق في نادي النفط يعني احيانا الكره هي ما هي فرصه للتسجيل لكن هو قادر على التسجيل عامل السرعه والمهاره اللي موجوده عند محمد داوود انا اقول تفيد المنتخب تفيد اللاعب
تفيد المدرب تفيد الفريق، لكن ضمن الرؤية القادمة اللي يتكلم عليها عبد الأمير ممكن نشوف تجديد حالة جديدة، ممكن هذا الثنائي نشتغل عليه. ليش احنا نخاف على طول الخط نلعب بالمهاجم الواحد ما نلعب باثنين مهاجمين؟ حتى وان كانت مباراة مقيمة الارجنتين انا راح ارجعك ايام زمان احنا مثلا بالثمانينات من ننزل طبعا هي بطبيعة الحال يعني فريقين يلتقون مع بعض، هذا الفريق يسمونه الدوميننت تيم، يعني الفريق اللي مسيطر على المباراة اللي هي المباراة إله، هذا الفريق اللي يعاني يعني شلون يطلع بنقطة بقلل الخسائر بهجمة مرتدة ويفوز. كرة العراقية أيام زمان احنا عايشينه ما نعرف الحالة الدفاعية، نعرف الحالة الهجومية. الكرة العالمية بشكل عام كانت كرة أيام زمان بس تحولت شيء فشيء مع مرور الزمن دخلت كل الأساليب الدفاعية المقيتة اللي هي وين بالدوري. يعني تعال شوف مباراة الدوري، يعني الأخ عبد الأمير ذكر لك قال لك خمس دقائق احنا ممتلكين الكرة. خلينا نفرض بشوط هذا بالشوط الثاني خلينا نمتلك ايش قد؟ خلينا نمتلكها بعد ست دقائق. ايش قد صارت مجموع المباراة؟ 11 دقيقة. 11 دقيقة بالتقييم العالمي يقول لك اللاعب هذا الافرج من الكرة تكون ان بلاي كل لاعب دقيقتين ونص لثلاث دقائق. هو الكرة بحوزته، إذا قسمنا ال 11 على 22 لاعب هاي في كل واحد نص دقيقة دقيقة وهذه كارثة. المدرب أموري أحمد الشاطرك الرأي يقول لا نستفيد من أي مدرب أجنبي لأن الخلل بأنديتنا تجلب أشباه المدربين والمشكلة اللاعب لا يتطور، وأسأل الاتحاد عنده 7 أعضاء عندهم نوادي ليش ما يجيبون مدربين محترفين مثلي ومثل غيري؟ هاي ما صارت بالعالم فكيف يطورون كرتنا؟ كابتن أموري الآن ما الذي خلينا يعني حتى أختم، ما الذي يتعين على السيد كاتينيتش الآن من إجراء سريع؟ كابتن أنا ذكرت حل، يعني هو يعني أنت أهم شيء اليوم بالتدريب أو بكرة القدم يكون عندك نظرة تأمل واستقراء واستنباط، يعني كما يقولون في حال الدين استنباط الأحكام الشرعية والمباني والمقاصد. طيب يعني ما الذي سيستنبط السيد كاتينيتش؟ يعني أكو ثوابت وأكو متغيرات، أنت الثابت حاليا عندك دوريك ضعيف، المتغير مستويات اللاعبين هنا وهناك، تجمع نماذج نوعيا لا تعتمد على فقط هاي الأسماء لأن يعني هو معذور هاي الفترة، يعني ما عنده الفرصة الكافية أن يطلع. ممكن الأسماء هو ما اختارها، ممكن يعني يعني عنده مباريات فقط فيديوهات يشوفها بس استشارة يعني مثلا مع الأخوان المعاه في الاتحاد في اللجان في المساعدين. أنا أرى أنه يجب أن يعطينا رأيه هو وفكره هو المدرب، إحنا من جايبينه ليش؟ خلونا نبقى على المدربين المحليين. طيب. إحنا من جبنا غير إضافة عدة، شنو الهدف من جبنا مدرب أجنبي؟ الهدف الرئيسي إنه صاحب فكر، صاحب رؤية من خارج، وأنا طرحت فكرة قبل فترة يعني لكن يعني الوقت خدمه يسحب لي. المفروض من يجي المدرب ما يعطوه ولا لاعب منتخب، يقولوا له هذا الدوري وأنت اختار. بالتأكيد يعني أنت شوف عينك أنت اختار. إحنا راح نستمر يعني بهذه الأحاديث وبكثير من المواضيع المدربين واللاعبين يعني أنا اللي تتعلق بمستوى منتخبنا في البطولة الرباعية الدولية وأيضا بمستوى السيد كاتينيتش وقدراته التدريبية وقدرات لاعبينا في خوض هذه المباريات والمنافسات. إن شاء الله في الأيام القادمة من الأحد القادم إن شاء الله برنامجنا راح يكون متواصل معاكم عبر شاشة قناة العراقية الرياضية. شكر جزيل للمدرب الكبير الكابتن خلف كريم، شكرا جزيلا، شكر إلى الكابتن عبد الأمير ناجي، شكرا جزيلا. الشكر لكم أحبتي على حسن المشاهدة، أمل أن ألتقيكم يوم الأحد القادم، حتى ذلك الحين أستودعكم بأمان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.